دا الفخارة غادي صافي العيد ان شاء الله. يلا دا مرجان خالتي الكريمة واش مبروكة الله صاحبي شو واش والفخارة صاحبي مرجان صاحبي Thank you.
أي يوم هذا وأي سهر هذا؟ إنه شهر ذي الحجة، إنه اليوم عيد الأضحى المبارك الذي عظم الله أجره ورفع قدره وسماه الحج الأكبر، لأن الحجاج يؤدون فيه معظم مناسكهم، يرمون جمرة العقبة ويذبحون هداياهم ويحلقون أو يقصرون رؤوسهم ويطوفون بالبيت العتيق مع سعي بين الصفا والمروة. هذا اليوم المبارك أيها الأحباب جعله الله للمسلمين فرحة ومسرة وعيدا يعود بالخير وبركة وفضل على المسلمين أجمعين. في هذا اليوم نتقرب جميعا إلى ربنا بذبح نسكنا سائلين المولى جل في علاه القبول، مستنين بذلك بسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما السلام. فقد نحر سيد الأولين والآخرين بيده الشريفتين 63 بدنا، وضحى بكبشين أملحين أقرنين كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما. ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. الله أكبر الله أكبر والحمد لله كثيرا. اليوم غنبان معكم في القناة. اليوم غنبان أنوار. عواشكم مبروكة. جابت لينا الحسبه ها هو انور امينه. الله يحفظك يا خالتي كريمه. ها هي معيشه كتنسرك عواشرك. ذبح سي امين بارك عواشرك بس عليك. لا هو في غادي في غادي ان شاء الله غادي يذبح انور غادي زين والله سمعت سير أيوب سير 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 غادي في الموتور غادي في الموتور أبو السير جبت المساعدين هاي هنا هي تاع المساعدين هاي تاع المساعدين تاع قناة كريمة وأمينة خاطر الوالدة هاي